بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ومن قاتل تحت راية عمية، ومن خرج على أمتي. قال: ذكر في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. قال: فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. نعم، هذا كما وضحناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كما وضحناه في آخر الحلقة السابقة. نعم، أن الخارجين عن قبضة الإمام ثلاثة أصناف: قطاع الطرق وهم المفسدون في الأرض، والبغاة، والخوارج. وكل هؤلاء يجب معالجة أمرهم بما ينهي فسادهم وشرهم عن المسلمين. والنتيجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من فعل شيئا من هذه الأمور ومات عليه فميتته جاهلية، يعني أنه يموت على خصلة من خصال الجاهلية، وهذا وعيد شديد، لأن أمور الجاهلية محرمة ومنهي عنها، وهذا أبلغ زاجر لهؤلاء أن يبادروا بالتوبة لئلا يدركهم الموت وهم على هذه العقيدة الفاسدة فيموتون ميتة جاهلية لا ميتة إسلامية. نعم. قال: ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. نعم، الله جل وعلا إنما شرع القتال لدفع الأضرار العظيمة عن الأمة الإسلامية ولنشر هذا الدين، فالقتال إنما يكون لنشر الدين، إنما يكون لنشر الدين وإعلاء كلمة الله، وهذا قتال الطلب والغزو. وإما أن يكون لدفع شر الكافر، وهذا يسمى قتال الدفاع أو قتال الدفع، حينما يهجم على المسلمين من يريد إفساد بلادهم والاستيلاء على بلادهم أو على شيء من مصالحهم. وهذا قد يكون هذا الصائل من الكفار فيقاتل قتال دفع لشره، وقد يكون من المسلمين، هذا الصائل قد يكون من المسلمين إما من الخوارج، وإما من المعتزلة، وإما من اللصوص وقطاع الطرق. هو مسلم لكنه صال على المسلمين واعتدى عليهم
فهذا يجب قتاله كفا لشره وقطعا لدابر الفتنة. وقد يكون المقاتل يقاتل حمية وعصبية لقومه ولو كانوا على باطل، ولو كانوا على باطل، فإن الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذلك نصره. فإذا رأيت من قبيلتك أو من قريبك أنه باغ ومعتد فلا يجوز لك أن تساعده، بل يجب عليك أن تكفه عن العدوان، فإن أبى فإنك تعتزل عنه ولا تساعده على العدوان، فإن ساعدته فهذا من باب العصبية ومن باب الراية العمية والجاهلية، وأنت تكون متصفا بصفة من صفات الجاهلية الذين يقاتلون للعصبيات. فالقتال في الإسلام إنما يكون لأحد هذه الأغراض: إما لنشر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض، وإما لدفع العدوان سواء كان من الكفار أو من المعتدين على المسلمين. وأما أن يكون القتال لسفك الدماء والعصبيات وانتصار طائفة على طائفة فهذا من أمور الجاهلية، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شوف، أصلحوا بين أخويكم، وانظر كيف جعلهم أخوين، المعتدي والمعتدى عليه، وأمرنا بالإصلاح بينهم، فلا نتعصب مع المعتدي ونعتبر المعتدى عليه أنه ليس أخا لنا، هذه عصبية، كلاهما أخ لنا، المعتدي والمعتدى عليه. الواجب أن نسوي النزاع بينهما وننهي الخلاف، أما أننا ننضم إلى المعتدي فهذا هو العصبية، وإذا انضممنا إلى المعتدى عليه فهذا من باب دفع الظلم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. نعم، الذي ينتصر للباطل ويساعد الظالم هذا إذا مات على هذه الخصلة فإنه يكون يموت ميتة جاهلية. نعم، ميتة جاهلية، سواء ضرب بيده وشارك في البطش أو بلسانه، ناصر المظلوم بلسانه، أو حتى بقلبه، أو بقلبه ولو لم يتكلم بلسانه، فهذا يموت إذا مات على إحدى هذه الخصال فإنه يموت على أمر من أمور الجاهلية. وهذا يجب أن يتفطن له الآن من يناصرون هؤلاء المخربين. نعم، الذين يفجرون ويروعون ويسفكون الدماء ويروعون الناس ويفسدون في الأرض، هناك من يؤيدهم بالكلام أو حتى بالنية والقصد ولا يخطئهم، فهذا يدخل في هذا الحديث ويدخل في هذا الوعيد، فعليه من يتنبه لذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. نعم، يأتي على الناس زمان، يعني في آخر الزمان تهيج الفتنة ويتقاتل الناس بدون روية وبدون بصيرة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل،
بل بدافع الفتنة وهياج الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواجب على الإنسان أن يتبصر ولا يدخل في أمر من الأمور دون تبصر فيه ومعرفة له. ومن ذلك أمور الفتنة، الإنسان لا يدخل فيها حتى يتروى ويعرف، ثم يدخل فيها من باب الإصلاح لا من باب تهييج الفتنة، وإنما من باب الإصلاح وتسوية النزاع بين المسلمين، هذا هو المطلوب. فيأتي على الناس زمان تهيج فيه الفتنة والعياذ بالله، وإذا رفع السيف بين المسلمين فإنه لا يكف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهي عن الفتنة وعن الدخول فيها، ونهي عن حمل السلاح على المسلمين. وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. وهذا من باب الوعيد، لا يدل على أن هذا كفر، وأنهم في النار من باب الكفر المخرج من الملة، وإنما يكونون في النار على حسب ذنوبهم. هذا من أصحاب الكبائر المتوعدين بالنار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. نعم، كما سبق أن الخارجين في الفتنة على ولاة الأمور إما قطاع طرق يريدون الأموال، وإما أنهم بغاة يريدون إنكار المنكر بزعمهم، ولكنهم لم يوفقوا إلى الطريقة الصحيحة في إنكار المنكر. وإما أنهم خوارج رأوا أن المسلمين كفار بارتكابهم لشيء من الكبائر التي دون الكفر، فكفروهم بذلك وأخذوا بظاهر بعض النصوص، ولم يردوا هذه النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة التي تفسرها وتبينها وتقيدها وتبين المراد منها. وهذا لجهلهم أو لهواهم، قد يكون عالما لكنه صاحب هوى، فيكون يريد إثارة الفتنة ويقول للناس إنني أستدل بالقرآن، والحقيقة أنه لم يستدل بالقرآن. لو استدل بالقرآن لاستدل به كله ورد بعضه إلى بعض، فإن كلام الله حق، يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فإذا أخذت بطرف منه تركت الطرف الآخر فأنت لم تستدل بالقرآن، وإنما استدللت بالمتشابه الذي من استدل به فهو من أهل الزيغ، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. أما الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فإذا كان الدليل الذي معك تقول هذا من عند الله، الدليل الثاني أيضا أليس هو من عند الله؟ بلى. فلماذا ترد الدليل الثاني، تأخذ الدليل الذي يصلح لهواك ومقصدك؟ هذا زيغ والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. نعم، كما أوضحنا سابقا أن كونه من أهل النار أو أنه يموت ميتة جاهلية أو قتلة جاهلية ليس معناه أنه خرج من الإسلام إلى الكفر، نعم، وصار مثل أهل الجاهلية الخالدين المخلدين في النار، وإنما معنى هذا الزجر عن هذه الجرائم، وأنها نوع من أمور الجاهلية ومن أنواع الكفر، وأنها صاحبها متوعد في النار، فقد يدخل النار
أناس من المسلمين ومن المؤمنين بذنوبهم الكبائر يعذبون بها في نار جهنم، وقد يطول بقاؤهم في جهنم، وقد يحترقون ويكونون فحما ويخرجون فحما من النار لطول تعذيبهم فيها، وهم مؤمنون. لماذا؟ بسبب الكبائر التي ارتكبوها واقترفوها. ومن هؤلاء، منهم هؤلاء الخوارج والبغاة والذين يقاتلون للعصبية وأمور الجاهلية، هؤلاء إذا ماتوا ميتة جاهلية أو قتلة جاهلية، والقاتل والمقتول في النار، وهذا من باب الوعيد والذم والتغليظ في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. نعم، ويقرر هذه القاعدة رحمه الله، رحمه الله، أن ما كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم منهي عنه، منهي عنه. وكونه يقول هذا جاهلية، هذا جاهلية، هذا جاهلية، هذا دليل على أنه متقرر عند أصحابه أن ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، وإن لم يقل لهم هذا مذموم، يكفي قوله من أمور هذا من أمور الجاهلية. نعم. قال: ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت على ساعة هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. نعم، هذا أبو ذر رضي الله عنه، الصحابي الجليل الزاهد التقي النقي المجاهد في سبيل الله على فضله وسابقته في الإسلام، لما قال لرجل يا ابن السوداء، عيره بأمه لأنه كان مملوكا وأمه مملوكة وأبوه مملوك، فهم رقة، ثم أعتق عمار رضي الله عنه وصار حرا. فلما قال له أبو ذر، وأبو ذر من قبيلة غفار، قبيلة مشهورة ومعروفة، قال له يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن لا يكون بين أصحابه شيء من أمور الجاهلية وتفاخرها بالأحساب واحتقار المماليك والموالي، يريد أن يذهب هذه العادات ويصوغ الأمة صياغة صحيحة لا يتمايز بعضها على بعض إلا بالتقوى، وأن تكون أمة متحابة كالبنيان وكالجسد الواحد. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم، قال له عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خصلة من خصال الجاهلية، لأن من خصال الجاهلية كما سبق وتكرر التفاخر بالأنساب. عند ذلك أبو ذر رضي الله عنه خاف من هذه الخصلة، فصار يبغضها ويبتعد عنها، حتى إنه صار له مملوك، فخرج به وعليه لباس وحلة مثل لباس أبي ذر، فعلى المملوك مثل لباس المالك لا يتميز عنه. فسئل عن ذلك فذكر القصة وذكر الحديث الذي حصل منه رضي الله عنه، وأنه نادم على ما حصل منه، وهو يبادر إلى العمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
لما قال له إخوانكم خولكم، يعني خدمكم إخوانكم، قال إخوانكم فهو خادم لك وهو أخوك، أخوك في النسب، لا أخوك في الإسلام، والإسلام أعلى من النسب. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. من كان أخوه، شوف كرر صلى الله عليه وسلم الأخوة، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يشق عليه في العمل ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فهذا من حسن التعامل في الإسلام وعدم التمايز بين المسلمين، حتى بين المالك والمملوك وبين السيد والعبد لا يتميز عليه بالمظهر، حتى في المظهر واللباس كيف بغيره. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. نعم، قوله فيك جاهلية، الصحابة يعرفون أن ما كان من الجاهلية فهو مذموم، فأبو ذر فهم هذا ولذلك ندم لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ندم على ما حصل منه، عرف أنه أخطأ، فطلب من الرجل الذي تكلم فيه، طلب منه المسامحة وطلب منه أن يعفو عنه، وعدل في المستقبل كما حصل له مع مملوكه كما في الحديث. فهذا الدليل على أن الصحابة متقرر عندهم أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم، فإذا قال الرسول هذا من أمور الجاهلية كفى، ولم يحتج إلى أن يقول هذا محرم أو هذا منهي عنه. نعم. قال: وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. نعم، التعيير بالأنساب، أن تقول هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، هذا ليس له نسب، هذا ليس عربي وما أشبه ذلك، هذا من أمور الجاهلية، بل الواجب أن المسلمين أخوة، لا ميزة لبعضهم على بعض إلا بالتقوى. أما معرفة النسب مجرد معرفة لتعارفوا فلا مانع من ذلك، ولهذا تعلم الأنساب هذا لا بأس به، أن تعرف أن هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، لا من أجل الفخر وإنما من أجل التمييز بين القبائل والتعارف بينها، من أجل التواصل، من أجل التواصل ومن أجل الترابط الإيماني لا الترابط الجاهلي. فمعرفة الأنساب لمجرد المعرفة فقط والاطلاع فقط أمر لا بأس به، ولهذا كان من الصحابة نسابين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من العلماء نسابين يعرفون الأنساب، وكتب الأنساب الآن معروفة ومطبوعة ومتداولة، لا من باب الفخر وإنما هو من باب التعارف بين الناس. وأما الفخر بالأنساب فهذا من أمور الجاهلية. نعم، التعارف مثل أن يتعارفوا من أمور حياته، معرفة المدن والشوارع والوديان والجبال فقط كذا، تعارفوا من جهة قبائلهم. نعم، وأنسابهم، وأن فلانا من القبيلة الفلانية وليس من القبيلة الفلانية، هذا فيه مصالح حتى من ناحية المواريث ومن ناحية الولاية في النكاح وغير ذلك، والديات. نعم، والعاقلة. نعم، إذا أشار شيء من ذلك من التعيير بالأنساب مثل ما أشرتم، هذا أبوه شريف أو أبوه وضيع أو من قبيلة كذا، لا ما يجوز أن يقول هذا أبوه وضيع، هو يأثم لو قال هذا من قبيلة كذا أو قبيلة أو غير قبيلة، أدرك إثما، لكن لو أجنه في قلبه معفو عنه، أما إذا نطق فقد أصاب شيئا من أخلاق الجاهلية. إذا قاله من باب الغمط للشخص فإنه يأثم بذلك، وأما إذا لم يقوله من باب الغمط وإنما من باب البيان فقط فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية
ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. من هو الذي أفضل من أبي ذر؟ الله أكبر. رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي رضي الله عنه له المواقف المشهورة في الإسلام، من هو أفضل منه غير الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرون بالجنة؟ فهو من السابقين الأولين. ومع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. أدل على أن الرجل وإن كان من أهل الفضل والعلم قد يكون فيه شيء من أمور الجاهلية لأجل أن يتخلى عنها، لأن الإنسان بشر يخطي ويصيب، مهما بلغ من الفضل فإنه غير معصوم من الخطأ. ولذلك أثرت هذه الكلمة على أبي ذر رضي الله عنه فتاب منها وأبغضها وتركها، وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على فائدتين: أن الرجل وإن كان من أهل الفضل والعلم والدين أنه قد يقع في شيء من الخطأ فينبه عليه من أجل أن يتداركه. الفائدة الثانية فيه أنه لا يجوز التعيير بالأنساب وغمط الناس بأنسابهم، وأن هذا من أمور الجاهلية. والفائدة الثالثة أنه ليس من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا ويكون جاهليا تماما، وإنما فيه شيء من أمور الجاهلية. نعم، هذا التوازن يفقد الكثير من المسلمين اليوم، لا يجمعون بين أن يكون صاحب فضل وعلم ودين ثم يقع من خطأ فيغسلون يديهم منه، أيحسن أنه على فضله ودينه أن ذاك الخطأ لا يوجب كفره ولا فسقه؟ لا، هذا من الجهل، كون يعتقد أن الإنسان أنه ما يحصل من خطأ. نعم، شيخ عالم داعية وأنه إذا حصل من خطأ تغسل الأيدي منه، هذا كله من أمور الجاهلية. الإنسان يخطي وإن كان من أفضل الناس يخطي وينبه، ولكن يجب عليه إذا نبه أو تنبه أن يتراجع عن هذا الخطأ ولا يستمر عليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.